نغير بكل سنة بطارية. البطارية عن السنة الأولى تشتري ب 20,000، السنة هذه تشتري ب 40,000. طبعا الوضع الاقتصادي مدهور، لا رواتب، لا يعني الوضع صعب جدا. الإقبال المتزايد لعدد سكان بحجم أبناء اليمن أدى إلى نسبة الارتفاع، ضف إلى ذلك الأعباء الكبيرة المضافة من الجمارك ومنافذ إدخال هذه البضائع زادت بالنسبة، ضف إلى ذلك محدودية المنافذ البحرية التي تغذي المنافذ البحرية والجوية التي تغذي احتياجات المواطنين في الداخل اليمني، هذا كله ضاعف، بالإضافة إلى ذلك جشع وطمع التجار والقائمين على استيراد هذه الوسيلة الهامة. إذا وقفت الحرب والمشاكل والأحداث الجارية في تعز، طبعا ستعود الكهرباء إذا في دعم، لأن الكهرباء الآن تضررت بشكل كبير، في لأن في المدينة الشبكة متناثرة في أطراف المدينة وفي وسط المدينة بسبب التوقف عن الخدمة، في منها أتلفت وفي منها نهبت وفي منها تضررت، يعني الكهرباء تحتاج إلى دعم، وقبل الدعم تحتاج أولا إلى إيقاف وإنهاء الحرب في البلاد بشكل كامل حتى تستتب الأوضاع وتعود الخدمات إن شاء الله للبلاد.